السلام عليكم. اليوم نروح نشوفوا زيارة تاع والي ولاية الجزائر العاصمة لبعض المقاطع نتاع الأشغال، يعني فيها ازدواجية تاع بعض الطرقات وعلى محاور ما بين بلدية عين نعجة هنا وكذلك بلدية بير خادم. وهنا نشوف بالألوان هذا الأول هنا فيه عملية ازدواجية الطريق هذايا هنا وعملية هيكلة المداخل والمخارج نتاع الطريق هذا وربطه بطريق السيار هنا بالأصفر على الجنوب بير خادم، واللي هذا الطريق هنا يؤدي إلى بلدية سحاولة هنا. وكذلك فيه أشغال لازدواجية الطريق هنا بالوردي على مستوى منطقة صفصافة، وكذلك فيه طريق آخر هنا تاع الازدواجية واللي الأشغال هنا يعني تقرب يعني انتهت به، وفيه جسر هنا وهذا الطريق اللي يسمى لا بينيترون دي زاناسير اللي يوصل إلى منطقة العناصر إذا باتجاه الشمال. وفي النهاية نخليكم تتابعوا بعض الصور اللي الأشغال نتاع هنا تاع التهيئة تاع هذه المحاور الثلاث في مع نهاية هذا الفيديو. إذا نخليكم تتابعوا جانب من هذه الأشغال اللي سوف أكيد تساعد في حل حالة بشكل الاكتظاظ المروري في هذه المناطق اللي ولات الآن أصبحت مكتظة يعني بالسكان. نخليكم تتابعوا إذا ما تبقى من الفيديو. السلام عليكم.